بيتكلم على التعاضدات عن الطب البيئي والمهني. الكلمتين دول بتسأل ايه هو الطب البيئي والمهني؟ الطب البيئي او المهني مختصين او هدفهم الاساسي الوقايه، ان الشخص قبل ما يجي له المرض او يتعرض الى يعني اختلال في الوظائف بتاعه الجسم بتاعه، فاحنا بنعمل دراسات علشان نتعرف على العوامل البيئيه او المهنيه اللي ممكن تؤدي الى حدوث مرض فيما بعد. في هنا هو في المركز القمحوس قسم الطب البيئي والمهني، ده انشئ سنه 1959 من اوائل الاقسام اللي انشئت في المركز. في دراسات عديده وكثيره على مدى السنين بتقدم خدمات للمجتمع، بتقدم توعيه للمجتمع. الدراسات فيها حاجات ايجابيه كثيره. احنا عندنا عايزين نبقى عارفين ايه هي بقى العوامل الخطر اللي في البيئه. عندنا عوامل فيزيائية وعوامل بيولوجية وعوامل كيميائية، حتى العوامل النفسية النفسية والاجتماعية برضو دي تعتبر من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤثر على صحة الإنسان. الوقاية خير من العلاج. ايه هي بقى التعرضات اللي نعرف الاول ايه التعرضات اللي ممكن يتعرض ليها الإنسان في بيئته؟ في عندنا التعرضات الكيميائية. عندنا البيئة ممكن تبقى بيئة نقية ونظيفة، وممكن تبقى يحصل فيها تلوث ببعض الكيماويات أو الأتربة، زي ما بيحصل في السحابة السوداء بيرتفع نسبة الأتربة والدخان. في عندنا ممكن تحصل حوادث أو كوارث بيئية، مثلا في بعض المصانع ممكن يحصل تصادم الغازات زي الحادثة القديمة بتاعت بوبال في الهند، واللي حصل فيها ان ناس كتيرة اصيبت بالعمى او الوفاة نتيجة الاختناق بالغازات دي. احنا بنقسم التعرضات لتعرضات حادة، وديت بتستلزم التوجه الى بتستلزم الاسعافات الاوليه والتوجه لمراكز السموم، بيكون علاجها في مراكز السموم. وفي التعرضات بقى البيئيه اللي هي المزمنه، ودي الاغلب الاعم، اللي هو الانسان بيتعرض لكميات بسيطه جدا من الملوثات تؤثر عليه على المدى البعيد. في عندنا كمان التلوث نتيجه التلوث البيولوجي او المخاطر البيولوجية في البيئة، ودي اللي هي انتشار الفيروسات زي ما حصل كده في موضوع الكورونا. هي بتنتشر عن طريق البيئة من شخص إلى شخص عن طريق الهواء. في عندنا الفطريات والطفيليات، دي بتبقى أكتر في المية، وفي البكتيريا، كل دي مخاطر بيولوجية. في كمان اللي هي المخاطر الفيزيائية زي الضوضاء. الضوضاء دي طبعا احنا عارفين ان هي ممكن تؤثر على السمع، تؤثر على تركيز الشخص، تؤثر على صحته النفسية والعقلية، لأن يعني هي الضوضاء لما تزيد عن حد معين وتكرار التعرض ليها بيؤدي إلى فقد سمع ممكن جزئي، وعلى المدى الطويل قد يؤدي إلى فقد سمع كلي. في نقطة مهمة جدا كمان اللي هي بالنسبة للمبيدات. طبعا المبيدات دي ليها يعني على عكس الاعتقاد السائد ان هي آمنة، وان هي لا، هي يعني لازم الواحد ليها ضوابط للاستعمال علشان ما تأثرش على صحة الإنسان. فيعني مثلا المبيدات دي يعني مثلا يفضل ان لما نرش مكان بالمبيدات ان محدش يقعد عشان ما يستنشق المبيدات دي، لأن بعض هذه المبيدات بتقعد في البيئة مدة كمان طويلة وليها تأثير بنسميه اللي هو بيعجل بشيخوخة الخلايا في الجسم. الفترة الأخيرة التغيرات المناخية يعني عملت أنا يعني شقين، يا إما بتعمل كوارث طبيعية كوارث، ويا إما بتعمل تغيرات بسيطة على المدى الطويل. كوارث طبيعية طبعا احنا سمعنا الموضوع يعني مواضيع كبيرة كده زي الحوادث اللي بتحصل نتيجة الأمطار، السيول، أو نتيجة الحرارة العالية جدا، فدي حاجات بتبقى واضحة للعيان. إنما بقى على المدى البطيء هي بتأثر على النظام البيئي في المجتمع. يعني
بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتأثر على يعني كان في دراسة في المؤتمر عن البلهارسيا، القواقع بتاعت البلهارسيا، وجدوا ان هي مع تغيرات يعني ارتفاع درجة الحرارة بيقل نشاطها وبيقل قدرتها على البقاء وبيقل قدرتها على التكاثر. فكانت دي دراسة لطيفة جدا هم عملوا فيها زمايلنا في معهد تيودور بالهارس، كانت معروضة في المؤتمر. فده بيبين لنا ان التغيرات المناخية بتأثر على الحيوية وعلى الشراسة أو وعلى التكاثر الميكروبي في البيئات يعني المتأثرة. الحماية بقى من التلوث البيئي ده الهدف، يعني أنا هتكلم بالنسبة لصحة الإنسان، ده الهدف بتاعنا في هذا التخصص. يعني مثلا الأطفال وكبار السن يفضل ان هم ما يخرجوش في الأيام اللي فيها تراب كتير في الجو، عشان ما يعني بيبقوا عندهم او مرضى الربو او الأمراض الصدرية، لأن بيبقى عندهم عدم تحمل للتراب اللي موجود في الجو. يستحسن ان هم يلبسوا ماسكات. في كمان بالنسبة للمية اللي هو ما يتم الشرب من مصادر نظيفة للمية. بالنسبة للأطفال اللي هو مثلا إيه، في أماكن معينة بيبقى فيها تلوث أو معرضة للاختناق، يعني مثلا الجراجات، يعني في جراجات بيبقى بيرتفع فيها نسبة أول أكسيد الكربون، خاصة لما يكون التهوية بتاعة الجراج مش كافية فبيرتفع فيها أول أكسيد الكربون. أتجنب أن الأطفال يتواجدوا في هذه الأماكن. بالنسبة للتسرب الغاز أو لعدم الاحتراق الكامل للغاز، وأنا كل شوية بنسمع حادثة عن حد توفى في الحمام بسبب السخانات الغاز، وبيحصل عدم احتراق كامل خاصة لو فتحات التهوية دي بتبقى مسدودة. المية ممكن تتلوث بعدة ملوثات، منها ملوثات ميكروبية ممكن تكون فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات، وممكن ملوثات كيميائية. أكتر فئة بتكون عرضة للإصابة بالأمراض بسبب تناول مياه ملوثة أو أكل ملوث هو الأطفال صغار السن، لأن مناعتهم ضعيفة، أو الأشخاص كبار السن يعني فوق 60 سنة وما فوق، أو الأشخاص اللي مصابين بأمراض مناعية، الشخص اللي مناعته ضعيفة أو عنده أمراض مناعية بيكون عرضة إن هو يتأثر أكتر حاجة بالأمراض دي. ممكن تبقى عدة أمراض تصيب الإنسان من خلال المياه الملوثة أو الأطعمة الملوثة، تحديدا الأطعمة اللي ما بتتعرضش للطهي، ما بتتعرضش للنار، فما فيش طريقة لقتل الجراثيم اللي فيها. أهمها النزلات المعوية طبعا. النزلات المعوية ممكن تصيب أي شخص، بس أكتر فئة عرضة هم الأطفال وكبار السن والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة أو مناعتهم ضعيفة. النزلات المعوية ممكن تسببها بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات. تحديدا إحنا شغلنا أو تخصصي أكتر في الفيروسات، فإحنا بنشتغل أكتر على الفيروسات المعوية اللي هي الفيروسات اللي بتسبب نزلات معوية. أشهرها طبعا هو فيروس الروتا. فيروس الروتا الأدمي ده المسبب الرئيسي الأول لنزلات الإسهال والنزلات المعوية في الأطفال تحت سن 5 سنوات، ده على مستوى العالم كله مش بس في مصر. وفي حاليا لي من 2006 بقى في تطعيمات متاحة، فاكسين ضد الفيروس. التطعيمات دي بعض الدول دخلتها من ضمن نظام تطعيمات الأطفال الإجباري المجاني عشان تحد من وطأة المرض، لأن هو بيسبب أعراض شديدة جدا، نزلاته شديدة، بيسبب إسهال شديد وألم في المعدة شديدة وجفاف شديد للأطفال. فلو الطفل ده ما تلحقش، يعني لو قالهم ما عندهمش الوعي إن هو مفروض يروح المستشفى وياخد علاج ويتعلق له محاليل، بيسبب جفاف شديد جدا للطفل، ولو استمر ممكن يؤدي للوفاة. ففي 2006 في نوعين من التطعيمات أو اللقاحات اللي اتعملت ضد الفيروس الروتا دوت، نوع اسمه روتا ريكس ونوع اسمه روتا تيك، ومتاحين في العالم كله. دول كتيرة دخلتهم زي ما قلت قبل كده من ضمن برنامج تطعيمات الإجبارية للأطفال زي شلل الأطفال وغيره. وده قلل كتير جدا من نسبة الإصابات وقلل من نسبة الوفيات فيه. طرق الوقاية برضو اللي هي الاتباع الإرشادات الصحية من غسل اليدين وغسل الأكل كويس وتجنب شرب أي مياه مشكوك فيها أو مياه ملوثة. وإحنا شغالين صراحة بقى
بقالنا اكتر من كذا سنه، من تقريبا من 2015 او 2016، مجموعه الفيروسات المنقوله عن طريق الاغذيه ومعمل فيروسات البيئه في قسم تلوث الميه في معهد بحوث البيئه والتغيرات المناخيه شغالين على انتاج لقاحات محليه او فاكسين محلي لفيروس الروتا، غير الانواع المنتشره الانواع التجاريه الموجوده بره، بحيث انه تكلفتها تكون اقل، وبالتالي يكون متاح بالنسبه لنا ان هي يدخل من ضمن التطعيمات المجانيه للاطفال، ما يبقاش في عبء اقتصادي على الدوله او على وزاره الصحه ان هي تشتري بالعمله الصعبه ملايين الدولارات لقاحات مستورده من بره. فاحنا شغالين حاليا على انتاج اكتر من نوع، مش نوع واحد، مجموعه من اللقاحات ضد فيروس الروتا، ووصلنا وخدنا بيها مشاريع، سواء مشاريع داخليه في المركز القومي للبحوث او مشاريع مموله من صندوق العلوم والتكنولوجيا الاستريف، وانجزنا فيها بصراحه جزء كبير، خصوصا ان احنا اللقاحات اللي احنا عاملينها بتستهدف تحديدا السلالات المنتشره عندنا في البيئه المصريه، على عكس الانواع الموجوده تجاريا هي متصنعه بره في امريكا وفي بلجيكا، فهي كفاءتها بره اعلى بكتير جدا من كفاءتها في افريقيا وفي اسيا، لانه ابحاث كثيره اتعملت على مدار العقود اللي فاتت من 2006 لغايه دلوقتي اثبتت ان في تنوع كبير جدا في السلالات الفيروسيه اللي موجوده في الدول الناميه، تحديدا في دول افريقيا واسيا، مختلفه شويه عن الانواع الموجوده بره في اوروبا وامريكا، باختلاف طبعا البيئه والمكان وعوامل تانية كتير بتاثر عليها. فده خلى انه الانواع اللقاحات اللي متصنعه بره واللي موجوده بره كفاءتها اقل عندنا، ما بتشتغلش بنفس الكفاءه اللي بتشتغل بيها بره، بسبب زي ما قلت انه في تنوع كبير جدا من السلالات موجود عندنا في مصر. فاحنا كان هدفنا اساسا من الشغل ده ان احنا ننتج او نصنع لقاح مصري يكون متخصص او بيستهدف تحديدا السلالات المنتشره في بيئتنا وفي مجتمعنا، بحيث ان هي تقدم افضل خدمه او افضل حمايه ممكنه للاطفال، لان هم الفئه المستهدفه زي ما قلت من الفيروس، وبالتالي يبقى عندهم حماية أو وقاية من أن هم يصابوا بنزلات معوية ممكن لا قدر الله تؤدي للوفاة في حالة أن هي ما تعالجتش أو ما تلحقتش. فيروس الروتا مش بينتقل من شخص للتاني، يعني هو مش زي الفيروسات التنفسية لو حد كح أو عطس ينتقل ليه، لا، هو الفيروس بيصيب أساسا الجهاز الهضمي، بيستهدف الأمعاء الدقيقة وبيسبب نزلات معوية، بيسبب ألام في المعدة، حمى، قيء، إسهال شديد وجفاف. الفيروس بيفرز أو بيخرج من جسم الإنسان مع البراز أو الإسهال اللي خارج من الطفل المصاب ده، فبالتالي هو ممكن يلوث المكان المحاط به، لو مثلا مياه الصرف دي أو المكان ده ملوث، هو بينتقل اصلا بطريقه بنسميها فيكال اورال روت، يعني عن طريق البراز، لو لوث مياه شرب او اكل، حد مثلا ايده مش نظيفه مسك بيها الاكل، طفل مثلا مسك اكل او مسك ميه ما غسلش ايديه بعد استخدام الحمام، ممكن في الحاله دي يعدي شخص غيره. الطريقه الاساسيه للوقايه ليه طبعا اتباع سبل النظافه وغسل الايدين جيدا، دايما نشرب ميه نظيفه، اي مياه مشكوك فيها سواء طعمها او لونها او شكلها متغير اكيد دي ما تصلحش نهائي الاستخدام الأدمي. الأطفال تحديدا لأن مناعتهم بتكون ضعيفة، ولأن الفيروس أصلا هو الفئة الأساسية اللي بيصيبها الأطفال تحت سن 5 سنوات، فإحنا بنوصي الأمهات أنه دايما الأطفال يشربوا مية نظيفة، دايما نغسل الإيدين كويس جدا سواء الأطفال أو الأم أو أي شخص بيتعامل مع الطفل. بس الحل الجذري، لأنه برضو سبل الوقاية لوحدها ممكن تكون غير كافية، أو ممكن الشخص ينسى أو يحصل أي شيء بالخطأ يعدي نفسه أو يعدي اللي حواليه. الحل الامثل والاسلم هو طبعا ان الشخص ده، الطفل ده، الام تروح بيه لطبيب الاطفال اللي بتتابع معاه وياخد التطعيم ضد الفيروس. القومي للبحوث شغالين من اواخر 2015 او اول 2016 على انتاج لقاحات محليه ضد الروتا. التقنيه اللي احنا بنستخدمها هنا، احنا بنستخدم حاجه اسمها سب يونت فاكسين، اللي هي بتعتمد على ان احنا ناخد جزء من الفيروس، مش الفيروس ككل. الجزء اللي احنا بنستخدمه هو بروتين، جزء نوع من انواع البروتينات اللي بتكون الغلاف البروتيني للفيروس. الفيروس بيتكون من غلاف بروتيني يحيط بماده وراثيه، فاحنا هنا بنستخدم بس الغلاف البروتيني. في انواع كتيره من البروتينات اللي بتكون غلاف البروتين الفيروس الروتا، كل نوع منهم يصلح ان هو يكون لقاح ضد فيروس الروتا، وكل واحد فيهم ليه مميزاته وليه عيوبه وليه طريقته في التصنيع. فالتكنيك المستخدم ان احنا بنستخدم حاجه اسمها سب يونت فاكسين، عباره عن بس البروتين بتاع الفيروس، هو ده اللي لما الجسم بيدخل جوه جسم الانسان المفروض ان هو الجهاز المناعه بيتعرف عليه وكان الفيروس كامل موجود، وبيكون اجسام مضاده ضد الفيروس ده بتعمل معادله للفيروس وتقضي عليه. او في بعض انواع تانية من البروتينات مش بتكون اجسام مضاده ولكن بتحفز جهاز المناعه بشكل تاني، يعني
بتأثر على إنتاج أنواع من الخلايا المناعية اللي بتقدر تتعرف وتستهدف الفيروس وتقضي عليه. فده تقنية احنا شغالين عليها بقالنا كذا سنة ولينا نشر فيها ولينا مشاريع فيها، ونأمل إن هي تنتقل من مستوى الأبحاث على مستوى المعمل لعلى مستوى الصناعة والتطبيق على أرض الواقع ومستوى الإنتاج في جهة يكون منوط بها الإنتاج طبعا تحت إشراف وزارة الصحة زي مثلا هيئة المصل واللقاح، بحيث إن هو يكون متاح عندنا إن احنا ننتج لقاح محلي ضد السلالات المنتشرة في بيئتنا ويكون سعره رخيص ما يكونش فيه تكلفة عالية على وزارة الصحة، بحيث إنه يقدر ينضم من ضمن التطعيمات المجانية الإجبارية للأطفال زيه زي شلل الأطفال وباقي التطعيمات. إنه في الآخر الهدف هو الوقاية أو الحماية، وفي نفس الوقت اقتصاديا يكون مجزي ما يكونش عبء على الدولة وإلا هيكون صعب تنفيذه. فمازال أبحاث كتيرة مستمرة سواء احنا بنعملها هنا في المركز القومي للبحوث أو على مستوى العالم على اللقاحات بيسمى الجيل الجديد من اللقاحات أو next generation vaccines، ده احنا برضو شغالين عليه بحيث نوصل في النهاية ان احنا نرشح منتج يكون ذو كفاءة عالية وتكلفة قليلة وقابل للتنفيذ أو التطبيق. احنا محتاج دعم من وزارة الصحة طبعا، محتاجين ربط ما بين العلم والإنتاج، لأنه أبحاث كتيرة بتخرج سواء من المركز القومي للبحوث أو الجامعات أو المراكز والمعاهد البحثية التانية كتيرة، بس للأسف ما بتلاقيش الدعم اللي محتاجاه أو الربط ما بين الصناعة وما بين البحث العلمي. فالأبحاث العلمية بتبقى على مستوى المعمل عشان تطبق على مستوى صناعي أو مستوى إنتاج كبير ماس برودكشن، ده بيبقى محتاج هيئات زي هيئة مثلا زي ما قلت قبل كده هيئة المصل واللقاح مثلا، دي الجهة المنوط بها في مصر إنتاج اللقاحات، دعم من جهة زي دي تحت إشراف من وزارة الصحة ده طبعا هيسهل الموضوع كتير. فإحنا نتمنى إنه يخرج للنور في أقرب وقت، وإحنا بنرشح أكتر من نوع مش نوع واحد، بحيث إنه متخذي القرار يقدروا يختاروا ما بينهم ويشوفوا إيه الأمثل أو الأصلح للتطبيق من ناحية اقتصاديا ومن ناحية طبعا علميا وصحيا، ونشوفه في النور قريب إن شاء الله. الدراسات اللي إحنا عملناها كانت أساسا هنا في المركز القومي للبحوث زي ما قلت في معمل الأغذية الفيروسات المنقولة عن طريق الأغذية في مركز التميز العلمي وفي قسم بحوث تلوث المياه معمل فيروسات البيئة. طبعا كان عندنا شراكة مع جامعة عين شمس، كان في أكتر وجامعة الأزهر، كان في أكتر من رسالة دكتوراه على تسجيل على النقطة دي، وكان في كمان تعاون ما بيننا وبين صندوق العلوم والتكنولوجيا الاس تي دي اف، كان معانا مشروع ممول من هيئة العلوم والتكنولوجيا لإنتاج لقاح محلي وكمان لدراسة الأنواع السلالات المنتشرة في البيئة المصرية ومدى اختلافها ومدى التغيرات اللي فيها واختلافها إيه عن نوع اللقاح التجاري المتواجد في السوق. فإحنا بنتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية، بنتعامل مع صندوق العلوم والتكنولوجيا، مع أكاديمية البحث العلمي، كل دي جهات بتمول وبتساعد في الدراسات دي على مستوى المعمل، ونأمل إن هي تنتقل كمان لمستوى الصناعة والإنتاج. الفيروسات المعوية هي مجموعة كبيرة كده، جروب كامل كده من الفيروسات، على سبيل المثال في منها الأدينو فيروس، في منها النورو فيروس، في فيروسات كتيرة، ولكن يظل فيروس الروتا هو الأخطر أو الأشرس، لأن هو بيسبب النزلة المعوية بتاعته بتكون شديدة جدا، والجفاف اللي بيسببه جفاف شديد ممكن في خلال يومين الطفل يصاب بجفاف شديد جدا، أما أنه يتلحق بمحاليل أو لا قدر الله ممكن يؤدي للوفاة. فإحنا في مجموعة فيروسات البيئة اشتغلنا ولينا نشر كتير على كل الفيروسات المعوية زي ما ذكرت قبل كده، على النورو فيروس، على الروتا فيروس، على الهيباتيتس اي فيروس اللي هو فيروس الكبد الوبائي ايه، شغالين عليهم مازال فيهم ابحاث، ولكن التطعيم او اللقاح احنا تحديدا مهتمين بفيروس الروتا لان هو الاكثر انتشارا في مصر والاكثر تاثيرا او العبء بتاعه منتشر جدا، لان الدراسات الكلينيكيه اللي احنا عملناها على الاطفال المصابين بنزلات معويه كان دايما بيكون فيروس الروتا هو الاكثر انتشارا. ده ما ينفيش ان في بعض الفيروسات الثانيه، ولكن يظل على مستوى العالم كله وفي مصر كمان فيروس الروتا هو الاكثر انتشارا والاكثر حده او الاكثر شراسه في المرض.